وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم ورح نحكي فيها عن مرض شائع وكثير بنشوفه يا عفاف بفصل الربيع. أكيد خصوصاً الأمراض التنفسية والصدرية، يعني نحن بمرحلة انتقالية هلا بين فصل الشتاء وفصل الربيع وبتصير عنا حساسية، فهون ما بنقدر نحن نفرق بين إنه نحن معنا حساسية بسبب تغيير الفصول أو هو مرض الربو يلي هو مرض شائع وكثير بين الأشخاص. اليوم رح نعرف شو هو القاسم المشترك بين مرض الربو المزمن أو الحساسية ونعرف كيفية طرق الوقاية والعلاج مع الدكتور جان شاهين اختصاصي بالأمراض الصدرية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور ورمضان كريم. نحن بفصل الربيع وكثير بنشوف اشخاص حوالينا عم بيعانوا من امراض صدريه وتنفسيه، بيقول لك متحسسك ببساطه، بيقول لك متحسس، فخلينا بالبدايه نعرف بين مرضي الربو والحساسيه. يسعد صباحكم. اولا الحساسيه او الليرجي بالتعبير الانجليزي فهي عباره عن رد فعل من الجسم تجاه عامل محسس، سواء عامل معروف او غير معروف، سواء عامل مضر هو بالاصل ولا هو شيء طبيعي موجود بالبيئه اللي حوالينا، بيعمل هذا الشخص رد فعل تجاه هذا العامل المحسس. هذا رد الفعل ممكن يسبب له اعراض متعدده حسب الارتكاس اللي بيصير، ممكن يسبب لنا التهاب ملتحمي تحسسي، يعني بالملتحمه العين، ممكن يسبب لنا التهاب انف تحسسي، اكزيما جلديه، يعني حساسيه بالجلد، ممكن يسبب لنا نوع من انواع الربو التحسسي، وممكن حساسيه ثانيه بالجهاز الهضمي مثلا تكون نتيجه تحسس على شيء غذائي. تمام. هذا التحسس هو جزء منه اللي عم نحكي عنه اللي هو الربو القصبي، لجزء منه عباره عن ربو تحسسي، وفي اسباب ثانيه غير تحسسي ممكن تسبب، بس الاغلب هو عباره عن شيء تحسسي ممكن يسبب لنا الربو. تمام. الربو بالتعريف هو عبارة عن مرض التهابي مزمن، بركز على كلمة مزمن، بس نقول مزمن هو شيء غير قابل للشفاء ولكنه قابل للعلاج، يعني قابل للعلاج وتحسين الأعراض ولكنه غير قابل للشفاء بشكل كامل. التظاهر الأساسي له هو بالقصبات، يعني له ربو قصبي بالتعبير تبعه بالقصبات، بسبب تضيق بالقصبات. هذا التضيق هو تضيق عكوس او قابل للعكس، سواء ذاتيا يعني بس يخف تعرضه للعامل اللي سبب هذا الشيء، او باستخدام الادويه، يعني المريض بس بيتعرض لتشنج قصبات مثل ما بنقلها، هذا التشنج القصبات بس احيانا لحاله بيتراجع بس يخف تعرضه للعامل المسبب، واحيانا بحاجه لادويه ممكن يتراجع. دكتور كثير بنشوف اشخاص نتيجه تغيير الجو بأبسط يعني نسمة الهواء بتأثر فيهم أو عوامل تانية مثلا البرودة الشديدة غير الهواء، فهون في عوامل تحفيزية لحتى يصير عنده الشخص ربو تحسسي هو غير الربو المزمن. شو هي العوامل الأساسية يلي بتأدي للربو التحسسي؟ هلا الربو التحسسي هو الأسباب الأساسية له هي تتعلق غالبا بالوراثة، طبعا مو كل العالم، في عالم قد ما تعرض لعوامل محسسة تربت جسمها او وراثي تبع جسمها ما في شيء مؤهب ليستجيب لهذا التحسس. فالاسباب بتنقسم لاسباب وراثية كسبب واسباب بيئية من العوامل البيئية اللي حواليه. طبعا العوامل اللي بتحفز او بتصير نوبة التحسس او نوبة الربو التحسسي هي متعدده، بتتعلق بالاحيان تغير الفصول وخاصه هذا الفصل، وقت بتبلش تطلع الازهار تفتح الازهار، غبار الطلع تبعها بسبب حساسيه، في شيء من الحساسيه الدائمه اللي بتعلق غالبا بنلاقيها باختبارات تحسس على العت الفراش، في اسباب تتعلق بجميع انواع الروائح اللي ممكن تتعرض لها، في انواع من انواع الحساسيه الغذائيه مثل ما ذكرنا انواع اطعمه محدده، وفي نوع حساسيه صراحه مجهوله ما بنقدر نحدد ابدا شو السبب اللي حفز هاي النوبه عند الشخص. طبعا الاشخاص اللي عندهم ربو تحسسي او ربو غير تحسسي ممكن تنسار النوبه للتغيرات العاطفيه بدون سبب تحسسي، ممكن يعني ممكن الزعل الشديد او الفرح الشديد او اي ارتكاس عاطفي ممكن يهيج نوبه عند الشخص. طبعا وبرجع بقول لكم يعني احيانا كثير ما بنقدر نحدد شو هو العامل اللي اثار النوبه عند الشخص، يعني المريض بنعزل له كل العوامل اللي حواليه غالبا. طيب اذا كان بسبب روائح، يعني انا كثير بتجيني نوبه سعال فظيعه بسبب الروائح، هون شو ممكن انه يساوي الشخص؟
هلا شو ممكن نساوي ك نفسها مبدئيا مبدئيا نحاول يعني نبعد عن العامل المسبب ونعالج الاعراض اللي صارت مع الشخص. يعني صار عنده نوبه تشنج قصبي، نحن علاجنا موسعات قصبيه. طبعا احيانا مجرد الابتعاد عن العامل المحسس نوبه سعال شديده ممكن تضل. احيانا بتعرفي ممكن بتعرفي من حالك بين 10 دقائق وربع ساعه، ممكن اكثر ممكن اقل، بس ممكن مجرد الابتعاد عن العامل المحسس ممكن تتراجع النوبه، ممكن يحتاج لموسعات قصبيه. ممكن يعني مو فورا ياخذ موسعات قصبيه، هلا اذا معروف انه ما بيستجيب غير على الموسعات القصبيه الافضل ياخذ فورا، لانه احيانا النوبه بتكمل النوبه بتكون شديده الصراحه. دكتور خلينا نرجع على اكثر لحالات الاختناق اللي بتصير بسبب مرض الربو. هل كل حاله بتصير انه الشخص بيضطر فيها يحط رذاذ لحتى يقدر يتخلص من الحاله؟ تمام. هلا عندنا الربو هو مرض متغير جدا، بيختلف كثير بين له كثير، يعني بيختلف بين شخص وثاني، بيختلف كثير بين اوقات المحدده. مرضى كثير عندهم ربو ممكن تصير مع النوبه وحده بحياتهم وبعدين تلاقي امورهم كثير منيحه. تمام. وبدنا نميز بين نحن وقت بدنا نحط تشخيص ربو بدنا نكون متاكدين صراحه من التشخيص. تمام. يعني بده يكون المريض متكرر عنده عده نوبات، بده يكون المريض معروف عنده تربه تحسسيه. يعني مريض الربو غالبا بيكون عنده اكزيما جلديه، بيكون عنده شيء تحسسي بانفه، بيكون عنده بس عم يتعرض للروائح كمان، عم يعني عنده شغلات ثانيه بالاضافه ل ممكن يكون عنده شيء وراثي بالعائله. فبس نحط التشخيص بدنا نشوف نجمع عده عوامل، العوامل العائليه مع العوامل التحسسيه اللي بجسمه مع النوبات اللي عم تتكرر عند الشخص مع الاستجابه للموسعات القصبيه. فهذا الشخص اذا تعرض لنوبه ربو ممكن مثل ما قلنا النوبه تتراجع فورا بس يبعد عن عامل المسبب، وممكن يحتاج لبخاخ خفيف او موسع قصبي خفيف او دواء حساسي خفيف، ممكن يحتاج نوصل لرزاز، ممكن نوصل لكورتيزون جهازي بنقول له انه ياخذ حب كورتيزون او ابره كورتيزون لحتى المريض تخف النوبه عنده. ممكن النوبه احيانا تقعد بين يومين وبين اسبوعين صراحه لحتى تروح النوبه عند الشخص، حسب مثل قلت لك مرض متغير يعني بيختلف. مريض الربو ممكن يكون شخص بيقول لك بيشرح لك عده اعراض عم يشكي منها، بيوصل لعندك الشخص ما في ولا عرض، تحطي سماعتك على صدره بتفحصيه يعني بتحاولي تاخذي منه، بيعطيكي اعراض كثير بس بالفحص ما بيطلع معك شيء بالفحص. فهو مرض متغير، ممكن هذا المريض بس يتعرض يشم الريحه عم يصير عنده نوبه الربو، بس يوصل لعندك ما في اي ريحه ما في اي شيء، عم تروح النوبه تماما. فهو مرض متغير بين الليل والنهار، بين يوم ويوم ثاني، ممكن امبارح ما انه منيح اليوم منيح، ممكن هلا بعد شوي يطلع نسمه هواء طلع له غبره بانفه ممكن تصير عنده نوبه. فهو مرض متغير بشده. الاعراض الاساسيه اللي بيشكوا منها اغلب العالم هي السعال، هي الضغط على الصدر، هي حس تزمير بالصدر بيسميه بالزميره، مثل الزميره بنقولها بالعاميه، بيسمع صوت نفس، وخاصه بالليل وبالصباح الباكر بيسمع صوت تزمير بالتنفس. تمام. وممكن تكون الاعراض بتختلف بين شخص ثاني، ممكن شخص بس يقلنا حس ضغط على الصدر، بنعمل له اختبارات، بنعمل له بالفحص بالكذا، ممكن بيطلع معنا تشخيصه ربو. طبعا التشخيص لحتى نحطه بشكل كامل بالاضافه للشغلات اللي ذكرناها بالفحص وبالقصه العائليه والقصه السريريه، لازم نعمل اختبار اسمه اختبار وظائف رئه او سبايرومتري. تمام. هذا الاختبار بنعمله قبل اعطاء الموسع القصبي وبعد اعطاء الموسع القصبي، ففي مرضى كثير بيختلف قبله وبعد. هذا الاختلاف بيشير انه هي القصبات فيها مشكله، قبل اعطاء الموسع عم تستجيب على الموسع القصبي، فهي غالبا في تشنج قصبات، هو غالبا مريض ربوي. خلينا نعرف امتى بالضبط مرض الربو بشكل خطوره على حياه الشخص المريض؟ طبعا بصير عامل خطوره بالنسبه نحن غالبا مريض الربو هو مريض طبيعي. يعني غالبا هو مريض تحسسي، وهن مرضى الربو منتشرين بالمجتمع بشكل عام. مرضى الربو المزمن الشديد عندنا درجات الربو، ممكن ربو متقطع خفيف معك المجال للربو الشديد الغير مستجيب ولا على نوع من الادويه، حتى على الكورتيزون، حتى على العلاجات، احيانا على العلاجات المناعيه اللي ممكن يلجا لها. فهذا المريض هو ربو مزمن شديد. هذا الربو المزمن الشديد ممكن يسبب تحدد بحياه الشخص. تمام. وهذا الوضع على المدى الطويل ممكن يسبب لنا تضيق يصير غير قابل للعكس، يعني تضيق شديد بالقصبات. هذا الشخص بيصير عنده ضيقة نفس دائمة، هذا عم نحكي عن الربو الشديد، ضيق نفس دائم،
ضيق نفس على أقل جهد ممكن يعمله الشخص، ممكن يسبب له إعاقة بحياته اليومية، ما يقدر يمارس حياته الطبيعية. فهذا يعتبر على التطور، هذا غالبا على المدى الطويل ممكن يسبب له قصور تنفسي. فهذا القصور التنفسي ممكن يصير مثل مريض مدخن. طبعا هدول لا يشكلوا إلا نسبة قليلة من المرضى اللي عم نحكي عنهم، بس نحن عم نحكي عن المرضى الأخطر. فهدول المرضى في نوع من أنواع المرضى هني طبيعيين، بس فجأة عند أي ريحة بيصير عندهم ربو شديد مهدد للحياة، تمام؟ ممكن يفوتن على العناية المشددة، وهدول المرضى ممكن يحملوا إبرة الكورتيزون أو إبرة حتى الأدرينالين مشان يحقنوها فورا، بس يصير عندهم هذا النوع من أنواع الربو، بنسميه الربو يعني الشديد المعند أو الربو. هدول المرضى بنسميهم بالعامية هش، ربو هش، يعني بيكون فجأة منيح، شم ريحة أو تعرض لعامل حساس، فجأة وقع بالارض او حط ايده على صدره ما عاد فيه يتنفس ابدا. فهدول من المرضى الشديدين. فالمريض غالبا اللي فايت على عنايه مشدده بسبب ربو او محطوط على المنفس بسبب نوبه ربو، هذا يعتبر مريض خطير، لازم يدير باله دائما يخلي هذاك. المريض الربو الشديد المعند كمان هذا مريض خطير، ممكن تصير معه نوبه شديده لاي محسس. ومثل ما قلنا الربو الهش يعني بيكون منيح فجاه تنتكس اموره، فهو عباره عن مريض. شو الفرق بينه وبين مريض السي او بي دي؟ هلا مريض بين اي الربو الشديد المعند ومريض السي او بي دي هن تقريبا بيشبهوا بعض، تمام؟ بس بيختلف بالعلاج وبيختلف بالعوامل المسببه. العامل المسبب تبع السي او بي دي، تمام، هو التدخين بحد ذاته او التلوث البيئي بنسبه اقل. يعني 90% من الاسباب هي التدخين، وبقيه الاسباب ممكن تكون ناتجه عن ربو شديد معند او عن تعرض لفحم حجري، لزيوت عطريه، لانواع من المهيجات. بينما الربو هو غالبا عبارة عن ربو تحسسي، تمام؟ العلاج بيختلف، العلاج الأساسي بالربو هو عبارة عن الكورتيزون الإنشاقي وليس الموسع القصبي. العلاج الأساسي الوقائي هو الكورتيزون الإنشاقي، بينما بالسي او بي دي أو التهاب القصبات المزمن هو العلاج موسعات قصبية بالدرجة الأولى. خلينا ننتقل ايضا لموضوع الاطفال، كثير بنشوف اطفال بيعانوا من موضوع الربو. خلينا نحكي كمان عن العمر يلي ممكن يصاب في الطفل وكيف ممكن نتعامل معه. تمام، هلا نحن الربو ممكن يصير باي عمر من الاعمار، تمام، بس نحن بشكل عام تحت السنتين ممكن نعتبره التهاب قصيبات شعريه، ما بنشخص ربو. فوق السنتين غالبا اذا في تزمير بالصدر، في ضيق نفس متكرر، في نوبات من التزمير متكرر، نحن بنعتبره تشخيص ربو. طبعا نحط التشخيص بشكل واضح 100% ما فينا، لانه المريض غالبا تحت الخمس او ست سنين صعب نعمل له اختبار وظائف الرئه. فالمرضى اللي عم يشكوا من هيك بنعاملهم معامله ربو قصبي، تمام، بيتعاملوا معامله ربو قصبي. واولا بنحاول نحدد العوامل المحسسه اللي عم تهيج له نوبه الربو، تمام. وثاني شيء بنحط لهم العلاج الوقائي اللي عم نحكي عنه، اللي هو عباره عن كورتيزون انشاقي مع المتابعه. كورتيزون الانشاقي غالبا نستخدمه اول فتره لفتره 3 شهور بشكل متواصل، بعدين بنقيم الطفل. اذا منيح الطفل ممكن نعمل له ستيب داون بنسميها، ننزل بالعلاج تدريجي لحتى نقدر نخفف له العلاج لادنى درجه ممكنه بتحافظ على حياته طبيعيه او نشاطه طبيعي، او بتخفف له هي النوبات اللي عم تصير. ممكن مع التقدم بالعمر تخف هي الاعراض؟ تمام، هلا نحن برجع بقول لكم الربو مرض متغير، ما في قاعده عند شخص ممكن تنطبع على شخص ثاني. في اطفال بيصير عندهم ربو على سن دخول المدرسه بتروح عندهم الاعراض او بتخف تماما الاعراض اللي عندهم اياها. في مرضى على البلو، في مرضى صراحه بيضل عندهم دائم طول حياته، ما بيستجيبوا. فهو مرض متغير، ما فينا هاي الصفات اللي عم نحطها على شخص نحطها على شخص ثاني، كل شخص هو حالي لحاله صراحه. بدنا نتشكرك دكتور جان شاهين على النصائح القيمه اللي قدمت لنا اياها، نورت صباحنا واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. شكرا كثير لك دكتور واهلا وسهلا فيك.